المنظم من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. قبل إعطاء الكلمة للسيد الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، ندعوكم لمشاهدة إعلان دورة 2024 لهذا الحدث الرياضي الدولي المتميز. حضور مرتقب بأزيد من 20,000 مشارك ومشاركة من المغرب والخارج يلتقون بأكبر حدث للماراثون على المستوى الإفريقي في يوم حافل بالتحدي وروح المنافسة في سباقات الماراثون، نصف الماراثون وسباق العشر كيلومترات. تراهن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى على تألق جديد لهذه الدورة بعد أن حظيت المصنف السابقة بشهادة التميز الرابع من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى. سارعوا إلى التسجيل بمقر الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. الموعد الأحد 21 أبريل على الساعة 8 صباحا بالقرب من الغابة الحضرية ابن سينا. كونوا في الموعد للتعرف على أبرز المآثر التاريخية. حكيمة بن شريفة مديرة التواصل بالجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. فاليوم كيف ما شاهدتوا كان انعقاد ندوة صحفية لتسليط الضوء على ماراثون الرباط الدولي الذي سيقام يوم 21 أبريل 2024. فهذه كانت مناسبة ولقاء مع الأخوات والإخوة الصحفيين ممثلي منابر ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، يعني للتعريف ولإعطاء مستجدات هذه الدورة. فماراثون الرباط الدولي هذه السنة سيعرف تغيير جذري من ناحية المطاف، فمطاف نصف ماراثون والماراثون سيكون يعني مطاف واحد، ومطاف العشر كيلومترات يعني مختلف من حيث المدار. ماراثون الرباط الدولي كذلك هو مناسبة للتعريف ول يعني بالمآثر التاريخية والمعالم الحضرية لمدينة الرباط، وهذه غادي تكون مناسبة يعني لهواة السباقات على الطريق لاكتشاف هذه المدينة الجميلة مدينة الأنوار. عليكم حضرتوا معنا بالنسبة للندوة الصحفية الخاصة بالدورة السابعة لماراثون الدولي لمدينة الرباط. حضرتوا بالنسبة يعني جميع التدخلات، لا من ناحية ديال يعني المنظمين ولا بالنسبة للإخوان الصحافة على الأسئلة، كل شيء كينصب أنه يحاول ما أمكن باش نحاولوا أننا نرفعوا بالمستوى ديال الممارسة، أولا من ناحية ديال النتائج، ثانيا من ناحية ديال المشاركة. المطاف هذا العام كما جاء التدخل تاعي بالنسبة للأسئلة، مطاف كيغري لأنه كنعرفوا المدى الحضاري ديال مدينة مكناس أو مدينة الرباط ومدينة المدينة يعني العريقة واللي فيها معالم سياحية، معالم ثقافية إلى غير ذلك. إذن المشارك إن شاء الله يعيشوا لحظات ممتعة، أولا يتمتعوا بالجري، وثانيا يتمتعوا بالمعالم الحضارية، لأن مدينة الرباط مدينة اللي عندها بعد حضاري وبعد له سياحي، ونتمنى أننا تكون مشاركة مكتفة. وما يميز كذلك بالنسبة لهذا العام هو أولا كاين مسألة ديال الانطلاقة هذه المرة، لأن نظرا شفنا بأن العدد كثير ما يمكنش أننا نعطيو انطلاقة العدد واحد عدد كبير اللي خاصة في العشرة كيلومتر. خلينا العشرة كيلومتر غادي تجي من بعد الماراثون سومي ماراثون، غتكون انطلاقة أولية نتاع 10 كيلومتر نتاع السومي ماراثون والماراثون في الساعة الثامنة، ثم تجي الانطلاقة ديال 10 كيلومتر باش يكون متسع ديال أولا يعني لا الوقت ولا من ناحية ديال المسار يكون. وحاجة أخرى هو أننا فرقنا ما بين المسارات، يعني المطاف ديال الماراثون والسيمي ماراثون بوحدهم كيلتقيو غير بعض النقاط، ولكن ان مفرقين. وكذلك بالنسبه للخط الوصول، خط الوصول كذلك
لقينا باننا خصنا دائما نوفروا جوج ديال يعني خط الوصول، وحده للسومي ماراطون والماراطون، وثانيه بالنسبه لل 10 كيلومتر. ونتمنى اننا من هذا المنبر نتاعكم اننا يعني الساكنه ديال الرباط وكذلك بالنسبه لجميع يعني المغاربه يجيوا يشاركوا في هذا الماراطون ويتمتعوا بما هو جيد. شكرا لكم. الرباط في الدوره السابعه والنسخه السابعه، والكل اللي تعرف بانه كذلك تيحمل انه غيكون بطوله المغرب وفيه انتقاء ديال المنتخب الوطني اللي غيشارك في الالعاب الاولمبيه. والمستوى ديال الماراثون الرباط هو تيتحسن دوره بعد دوره حتى غنوصلوا للمستوى ديال البلاتينيوم ديال الماراثونات الكبرى مثل نيويورك، بوسطن، باريس، وحتى المجموعه المشاركه الدوليه ولا المغربيه مجموعه عندها واحد الوزن كبير. وهاد السنه بامكانهم يحطموا الرقم القياسي ديال السباق، وكذلك تنتمنى باش تكون الفوز يكون فوز مغربي 100%، لان حتى المغاربه عندهم واحد الوزن كبير في هاد السباقات الماراثونيه. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.